كمل مع فاينل فانتزي ال طبعا استعد للمعركة لما تقرب عند الويستون الجاية. استعد للمعركة. ردونا من عند شو اسمه عادي. المس هذه اذا لمستها على اساس انها تشتغل، انك ممكن ترجع هني بعدين. يعني لما تقرب الويستون راح هذا الويستون. راح تروح لمكان ثاني، راح يكون في حارس. طبعا حارس بوابة إلى بوابة. طبعا الحارس ينتظرك. طبعا إذا رجعت عندك الويستون، فما في طريق قدامك إلا الحارس اللي أمامك. ليفل حقه 42، الاتش بي حقه 65644. ممكن تسرق منه ستورم كريستال، فوربيدن فليش، ودمسكس ستيل اللي نحتاجها حق نسوي الجيم ستيل على اساس نسوي الترونسول اللي هو واحد من الاسلحه القويه. او طبعا ما له داعي يروونه صورته. طبعا شو اسمه ثيف كافس. اوكي والجامبت ستيل وهني. اوكي و طبعا سكاتشي واحدة من اقوى الضربات اكيد. اوكي بسم الله. سرقنا من الجامبت كريستن، بس خلاص ما عاد يمدي، انتهى الموضوع. تم القضاء عليه، راح يتجمد، راح يكون علامة فيما بعد. زين هذه وراح نروح إلى نروح الى الانشنت سيتي اوف جروفيجن. زين في يمكن 4 أو 5 صناديق في الطريق، راح نروح لكل مكان، راح نحاول نجيب الصناديق كلها، راح نحاول نجيب الرير جيم المونستر اللي هو كريستال نايت اللي هو طبعا داخل كريستاله. طبعا طلع الخريطة. طبعا الان هذا هو راح يكون هذاك الويستون القديم، هذا الويستون الجديد. ما في اي شيء تلمسه او شيء، مجرد انك يعني هذا الحارس بعد ما جمدته. الويستون الجديده تضغطها راح تنقلك الى المدينه. طيب المدينه الان ما في شيء ثاني. تمشي بوابات طبعا قدامك لازم تسكرها عشان تفتح البوابات. طبعا لازم واحد من مضربك فيه ستيل. زين وبينولبي طبعا موجوده على اساس طبعا افتح البوابات على اساس تفتح البوابه. فتحت البوابه. الان فيه تحت وفوق، لكن انا راح الف عليها كلها، ما في مشكله، ما عندي اي مشكله اني الف الاماكن كلها. بهامت ستورم كريستال. جيمني بهامت ستيك. اوكي طيب هني طبعا هذا يعطيك النفريل اللي تحتاجه حق علشان تسوي الكانيا، واحد من الاسلحه القويه. طبعا المثريل يطيح منه. طبعا هني اذا ماني غلطان لازم تحرك هذه البوابه على اساس تفتح لك مكان ثاني. زين خلنا نفتحها. الخريطه المكان موجوده لكن لازم تدور عليها.
هني. شوف راح يمكن يفتح لك طريق ولا لا؟ لا الطريق مو من هني، هذه انت الطريق اللي انت فتحته راح يفتح لك طريق ثاني. البوابة اللي فتحتها راح يفتح لك طريق ثاني. انا بس ابي ارجع فوق على اساس ما اطوف. مو مشكلة نرجع فوق. هذا البوابة اللي كانت مسكرة. جيم اخذناها منه. جيم واضح من البهاما يعني، على اساس ممكن تطور سلاح تطور شيء. زين نصعد فوق نشوف ممكن في صندوق او شيء نسيناه فوق الطريق اللي فوق. زين هذا كريستاله. اوكي بلايند على باتلير. طبعا خلي باتلير نفسه يستخدم البلايند على نفسه على اساس بس بعض الناس انه يكون مستخف او نشوف ان ضربة ساتشي باستخدامها انها ضربة ضعيفة او لا، بالعكس واحدة من اقوى الضربات. كافي انها تنظف الوحوش اللي امامك كلهم. خلينا نروح فوق على البوابة اللي فوق. يمكن في صندوق ما في شيء. نكمل نرجع تحت. زين نكمل تحت. فتحنا البوابات بس عشان الصناديق اهم شيء. الحين في مفترق طرق. تبي تروح سيدة تبي تروح. خلنا نروح سيدة نشوف شنو فيه. ما في شيء. هذا البواب اللي جينا معاها. اوكي في طريق تحت. هذا البوابة اللي في صندوق هني ما انتبهت. ساش والله ما ادري شنو ساش. خلنا نشوف شنو ساش. طبعا ناخذ الطريق اللي تحت. اوكي الطريق اللي فوق عرفنا شنو فيه. ممكن نروح من هنا. اوكي نروح من هنا. يستاهل هاي اثر ترجع له. ما في طريق مسكر كل شيء. نصعد فوق على اساس نكمل المرحله. نروح فوق. الوحوش طبعا قاعده تطلع ثاني مره بعد ما نقضي عليها قاعده ترجع. فدير بالك. كمل من هني. هذا الطريق ما تبي تسرق. تبي كلهم فايت كلهم اتاك كيفك. ما حد يلزم صراحه. باتلير على طول بلايند تعطي الدواء. نكمل. تم القضاء عليهم. طيب نكمل. قربنا عند نهاية الأول على أساس أنه نكمل اللي بعده.
ما كان في واحد هنا قبل شوي ما ادري وين راح. اتوقع انه قربنا فهني. تم القضاء عليهم، ما في شيء هني. خلاص هني اخر شيء عشان تعرف ان الطريق صح. هذا اللي عليه راس نار طبعا عنده المفجير. طبعا هو دروب مفجير اتوقع، اني ماني غلطان دروب مو ما اعطانا المفجير. الان اخر شيء هني تضغط عليه طلع لك طريق جديد تمشي عليه عشان تروح للطريق الثاني. هني انا ما اتوقع انه فيه شو اسمه في خريطة، لأنه ما له داعي خريطة، ما له داعي للطريق يوضح نفسه بنفسه، يعني تمشي مع الخطوط وتوصل، فما له داعي يمكن أتوقع عن الخريطة. يعني ما في شيء ثاني هني، ما ترى تنزل فتنزل اتجاه واحد. أوكي بوابة قدامك مسكرة لازم تفتحها، واضح الموضوع سهل. شوف المثرير، مثرير جولم هو اسمه أصلا، مثرير جولم يعني ممكن تاخذ منه مثرير، بس أتوقع إنه دروب مو تسرقه. اركان اعطاك وفاير كريستال، ما في شيء ثاني تروح من هني، فاكيد انه البوابه هذه بارون جيت على اساس تفتح لك. في مكان ثاني وخلف، فنروح البوابة هذه تنفتح من جهتين مو من جهة واحدة، فنشوف شلون الجهة الثانية. احنا شغلناها، شوف نكمل. ننزل ما في شيء هنا، نكمل ننزل. الجولم ينتظرنا تحت، عنده بوابة. ايرون اور، ايوه مثريلين هذه. بارثورن جيت، نفس نضرب الجيت زين، فانفتحت الان. اوكي كمل. لا في بيان طبعا اقدر استنى. اوكي جيت توتشي، ففي بوابة ثانية نصعد من هني. الساب اتوقع الدواء حقه ريجن، هو الدواء حق الساب، لان الساب ينقص منك الاتش بي والريجن قاعد يرفع الاتش بي، فانت كانك قاعد يعني تسوي هجمه عكسيه، اذا لما ينزل منك تزيده. هذا حل بسيط. راح نرجع البوابه اللي ما فتحناها ان شاء الله. نشوف الصندوق هذا شنو فيه. هاي اثر. اوكي نكمل. اتوقع انه ممكن هني هذا ينتهي. لا لازم
لازم نفتح البوابة، نرجع البوابات الثانية اللي كانت مسكرة نفتحها. أيوة لأني في بوابة. مجرد ان بوابات تلف عليها يعني واحدة واحدة وتفتحها وتسكرها عادي. هذا البوابة كانت مسكرة نصل من هني. اوكي فيفين او فيفن هذا منتشر من الحديد. نرجع من هني اتوقع في صندوق. ايوه في صندوق، هذا اخر صندوق. يمكن اربع خمس صناديق موجودة في المرحلة هذه. هذا تريجر ايجس شيلد، اتوقع انه طبعا ما يصير ايجس شيلد عشان تشوف يعني اثنين فيه. جنجي شيلد طبعا ما راح يصف جنب ايجس شيلد اكيد. وفران شوف فران اساسن ارو طبعا ما راح يعطيها عاد. شو اسمه سهل ما هو ذاك الجائزة الكبيرة. اوكي زين الان نرجع على اساس نكمل هني. لا ما اتوقع ان هني المرحلة اللي الامام. لا لا اتوقع اخر شيء مو حتى هذا اللي تحت. فأكيد الطريق فوق، كمل الطريق فوق لآخر مرحلة لآخر شيء على أساس تنزل ونروح للطريق الجديد. أوكي تجمع فلوس مثل ما قلنا ال شو اسمه هذه تجمع الفلوس هذه الكات اير هود كونفيرت اور لايسن بوينتس ايرن لايسن اللي هي تستخدم هني. طبعا في مرحله مراحل خلاص راح تعبي شوف 7000 6000 8000 يعني عبينا كل شيء لان ناخذها. ف عادي هذه ميزه لما تفتر على كل الاماكن. ما دام في ساب وبلايند نشوف الريميدي هل راح يتعامل معها التنتين راح يغطيها ولا لا. ما دام حط عليها على طول فراح يتغطى عليها. راح استاب اخر صندوق الصندوق الخامس او تريجر الكنز هاي ايثر كذلك. اوكي وهذه على قولتهم متى ما شفت موجودين الماتريال جولا اعرف انك وصلت الى النهايه وان في طريق جديد راح يطلع لك بعده. لكن الطريق خفي يبي لك تدوس شوي عليه. هذه دسنا عليه راح نروح منطقة جديدة. المنطقة الجديدة فيها ال طبعا راح الحين نشوف نبين مرحلة اللغز اللي هي الكريستالة The Great Crystal. هذه المنطقة اللي يضيعون فيها أقوى الأبطال. فيها طبعا الأوميجا مارك 12 واحد من اصعب وحوش اللعبه. كذلك فيها الالتيما الالتيما الاسبر وحش الاستدعاء فيها يعني. كذلك راح يجينا شمهازي بس ما ادري الحين او بعد الكريستاله ما ادري والله. شمهازي في مراحل متقدمه راح يجيك الشمهازي والالتيما راح يجيك بعدين يعني. هذه هذه وحشنا استدعاء عشان نكمل 10 وبعدين نقدر نروح النفق ونكمل مرحلة ال طبعا اتوقع ايه هذا كنز بعد كريستالة سليبقا. طبعا سليبقا اتوقع انها
طبعا واحد عنده سحر، البنات عندهم سحر، فتشوف السليف جا احيانا تكون السحر هني. شوف السحر دراجون مول. اوكي يعني احيانا لف على الاشياء اللي اخذتها، شوف ممكن انت اخذت شيء انت ما تدري. هذه الدروع الاخيره سيركلت، شوف في راجع. هذه سليفه قاعد، بس ما طبعا ما تاخذها، لازم يكون عندك شو اسمه، يكون عندك طريق عشان تاخذها، طبعا عن طريق وحوش الاستدعاء لما تاخذهم. يعني شو ممكن تفتح هذا، ممكن تفتح هني، تفتح سلاحين، هذه ما هي ذيك الاسلحه القويه، فانت تختار شنو افضل شو اسمه عشان تفتح عشان تروح صوبه. هذا طبعا دراجون مسكر قوي، فرسابها قوي، طبعا زودياك سبير لا يعلى عليه، زودياك سبير سحر. اللي بعده فوري سنوركا اكيد رينوا، طبعا هذه تعطي طاقة حق المجموعة كلها، فل طاقة، فواحدة من أقوى الضربات لما تحصلها راح تساعدك. ما في كذلك سليباك، أنا طلعت هي اللي قبل شوي، هذه سكورج راح نروح لها بعدين إن شاء الله. فلير في الفاروس، هني ما في شيء. مانك، شوف المانك كانيوم أقوى سلاح مثل ما قلنا، المثريل اللي قبل شوي نبي على اساس تطلع الكانيا، هذا يبي لك 3 مثريل و3 كوربوس فلاي وواحد اكواريوس جيم. شوف هني عندك طبعا بروتكتكا، هني ساينت انسين، هني ديسبليجا شغلتها هني طبعا على اساس، لا على اساس سايتان سين لما تكون عندك ضربة العمى بلايند، لما تشغل هذه ممكن تضرب وانت تحطها يعني. اوكي ما نشوف الشيء اللي اخذناه اول شيء، ممكن عندنا من اقوى الاشياء. اوكي في كريستال بعد شوي راح تجيك، ممكن تحفظ او تكمل، انا راح اكمل طبعا، انا ما عندي مشكلة فاكمل المنطقة الجاية. بعض الناس يروح يفتر عشان الوحوش، كيفك تبي تفتر على عشان الوحوش كيفك، احفظ، انا انصحني مدام فيها حفظ احفظ. المنطقة الجاية ما فيها صناديق، فما له داعي تفتر بالمرة، ما في اي صناديق، فاذا تبي تفتر وتضيع وقت كيفك، لكن بالنسبة لي انا لا عادي. تصعد فوق هنا، هذه المسارات تصعد فوق، تصعد فوق تلف المنطقة، اوكي ما في مشكلة، بس ما في صناديق، ما في فايدة، حتى ممكن الوحوش اتوقع ما في وحوش. هذا صندوق، والله حسبالي ما في صناديق. شوف الصندوق شنو فيه، الكسير، الكسير يفيدك في المعارك القوية، يعطيك فل اتش بي فل ام بي حق شخص واحد، لكن ما هو نفس الميجالكسر، ميجالكسر لا يعطيك فل اتش بي فل ام بي للمجموعة كلها، هذا لا شك يعني شيء قوي. الطريق طبعا انا اعرف الطريق، بس يعني ابي اروي شو اسمه، بعض الناس يقولك لا افتر دور الصناديق، شوف مو مشكله، ما عندي مشكله. امبر املت، ما ادري والله امبر املت هذه شنو، مدامها املت فهي نيكلس، امبر املت موجوده دورها، شوف لانها املت ف بس بشوف. موجوده عندنا، موجوده عندنا الامبر املت، يعني صندوقين تقريبا، فيها صندوقين انا بكتبهم عندي، لان الكتاب اللي عندي مو موجود فيه ال شو اسمه الصناديق، فلحد الحين في صندوقين، في 3 صندوقين او 3،
اكتشفنا شيء يعني مش ذاك الشيء الجديد بس زين. هنا الطريق اوكي، بعدين نرجع من هنا. هي على قولتهم متصلة ومنفصلة بنفس الوقت. الزاوية هو الطريق. اوكي. وهني اخر منطقتين. اخر منطقة. هذا بعد صندوق. هني اخر شيء. اخر صندوق هني. يعني تقريبا في يمكن 3 أو 4 صناديق هني. معنا مو موجودة في الكتاب. شوف اخر صندوق شنو فيه. طبعا هذه عشان تعطيك بريفري اللي اعطاك اياها. طيب الطريق الان وين؟ الطريق موجود، الطريق موجود من اليوم من الصبح موجود هني بس ما لفيت عليه. انا ادله الطريق فوق هني. الطريق هذا هني لانك تبي تروح الكريستال، هذا الكريستال اللي امامك فتبدل هني. هذا الطريق طبعا وانت متوجه استعد طبعا حق المعركه مع العدو تايرنت اللي في الحق 43. ال HP حقه 180,428 مو محدد شنو تسرق منه. فاستعد حق المعركة، المعركة راح تجيك والحفظ خلفك. إذا ما حفظت راح تكون شوية المعركة صعبة، لكن نشوف إن شاء الله نقدر، لأن بعدها راح يعطيك الواي ستون. أنا ما راح أكمل الكريستالة، الكريستالة موضوعها قوي، لازم أشغل اليوتيوب وأشوف بالضبط وين وين اروح وين الف عشان ما اضيع، لان كريستاله ليش ما في اتاك؟ ليش محطوط لي اتاك؟ ابي ستيل. خلنا نشوف. التكنيك اختفى، التكنيك ما في تكنيك. شوف التكنيك الان، التكنيك مختفي. هذه على قولتهم شغله، فنشغل اللي بعدها ونخليها بدال. زين طبعا التكنيك مختفي، فممكن السحر التكنيكات. الثلج قوي عليه. خلنا نشوف، بدأ يضرب ضربات. خلنا نشوف ال منو عندنا؟ ما عندنا احد. الثلج اللي هو الايس بليزيجن. خلنا نعطيه ثلج نشوف شنو راح يسوي فيه الثلج. شوف ضربة الثلج قوية عليه. خلنا نعطيه ثلج ثاني مرة. نقدر نقطع عليه عادي، نقدر نقطع عليه ما في مشكلة. شوف الثلج شنو سوى فيه. قضينا عليه خلاص، هذا التايرنت قضينا عليه. طبعا ما راح اكمل مثل ما قلت لكم الكريستال لان الموضوع طويل حقه صراحة حيل. خلنا نكمل. شوف خلنا نروح نكمل نشوف. في بوابة الآن وراك،
لقيت سكوربيو وفي طريق يسار. هذه يسار راح ينزل تحت. لا هذا صعد فيك فوق. لا معناتها هذا الطريق غلط. هذه معناتها هو قاعد يقول لك هنا يسار على اساس نفتح البوابة هذه السكيربيو ونشوف شنو وين اللي عليها سكيربيو ونفتحها ونرجع. ما عندنا هذا اول شو اسمه موجود. اوكي شوف الصندوق هذا شو كلاود ستاف ما ادري والله شنو فيه. طبعا ما في اي طريق ثاني فننزل تحت. تذكر الطريق اللي فوق على اساس انك ترجع تفتح البوابة. اتوقع انه راح يجينا البوابة هني في صندوق ثاني. تيف كاب ما طلعنا الطريق اللي احنا نبيه. نشوف متى ما طلعنا حق البوابة فهو لا اتوقع مو هذا الطريق. الآن عندك ثلاث اتجاهات، واحد اثنين ثلاثة. زين ثلاث اتجاهات. طبعا خريطة موجودة عشان تعرف وين مكانك بالضبط. تابع الخريطة على اساس اللي بعدها. زين ثلاث اماكن. زين طبعا واجه هذه خلفك على اساس انك زين. رايت باث، هذا الرايت باث، رايت باث اللي هناك. زين so take the left path which lead down to an area called stat. طبعا تحت اتوقع انه هذا يروح فوق. شوف هذا مبين الوسط يروح فوق ويقول لك روح اخذ اليسار اخذ اليسار. زين stamina cancer. تابع الخريطة إذا طلع فيها ستانثا كانسر. هذا صح ستانثا كانسر. وجانا هذا طبعا اسرق منهم أو اضربهم بيري الجولم. اوكي اخذنا منهم ماتيريال. طبعا هذه شنو كانسر جيت. اوكي زين زين. طبعا تذكر الطريق اللي منه الكانسر. انا بس
اوكي افتح الطريق زي ما في عداد. نرجع فوق الطريق اللي جينا منه على اساس البوابة الكانسر تكون مفتوحة. طبعا هذا دير بالك منه. الواي ستون زين. المكان في كاري كاباني. ردنا حق فيكاني. اوكي بكاري كاباني زين. تيك ذا اذر داون وورد زين. طبعا هو يقول لك انزل مع الطريق اللي تحت. اذا طبعا هذا اللي يودي فوق لا معناته مو هذا. انزل مع الطريق اللي يودي تحت. ليش؟ عشان يوديك تو بهرم بس براتي. لما تنزل بعد الخط شغل هذا عشان تعرف هل انت رايح لل ايوه بهرم بس براتي. اوكي انت صح انت صح زين. طبعا اخذ الكنز جولد هاربيون زين. طبعا في طريق ثاني. ما في طريق ثاني تروح مع الطريق الوحيد اللي موجود. وين قلنا هذه الباريوم بالسبراتي. اوكي توداها فيكاري تراك اللي هو المنطقة اللي تحت. المنطقة الوحيدة احنا جاي من فوق. هذه البوابة طبعا عشان تعرف ان هذه البوابة العلامات هذه اللي على اليمين وعلى اليسار هي البوابة. فننزل الان احنا راح ان شاء الله نكمل مع الشمزال الوحش الاستدعاء بعدين نشوف وين راح يقودنا. هذا الطريق وين هذه الان دها فيكاري تراك. اوكي طريقنا صح. طبعا في وحوش قبل ال ما في اي مكان زين. يوز ذا واي ستون 7 تضغط عليه واي ستون او 5 وتروح الواي ستون الثاني اللي في فيكاري بروم اريا. ما في شيء ما في اي شيء. اوكي الان في بوابة. الان لازم تفتح البوابة جيت بيسكس وفي طريقين هذا الطريق. اوكي احنا الحين وين عشان تعرف انك ماشي صح ولا لا. فيكاري بريوم اوكي زين. اوكي هو يقول لك انزل تحت لا تضغط تروح فوق. انا بشوف الطريق اللي اسمه لا انا بروح فوق بروح فوق واشوف شنو في فوق. ممكن اذا صندوق كنز او شيء لان في كنوز قويه هني. هذا كنز. نشوف الكنز هذا شنو. نينجا جير. اوكي نرجع عشان ما نضيع عشان ما اضيع انا. صح فوق تصعد تلقى شو اسمه. طيب معناتها نرجع الان نرجع مع الطريق الثاني اللي تحت اللي قالوا تروح تحت. طبعا بعد الخط بعد الخط اضغط ال هذه الخير على اساس تعرف انك راح تراك بيس ارينا تيك ذا اونلي اذر اكزيت. اوكي وحوش مية ضعيفة في كريستالة ممكن فيها فخ او تراب او شيء. جيا جير اوكي. طبعا انت بتكمل اوكي معناتها ننزل مع الطريق الوحيد جاي من فوق. انت تابع انك جاي من فوق او من تحت. اوكي الطريق اللي بعده راح يوديك الى الويستون الى ساثانا بيسكس اند جيت ستون.
اذا في مثريل جولم. اوكي يعطيك مثريل انه مو دائما يجيك وحش. عرفت جريف جام جريف جن اكويريس جوم. شوف مثريل اعطاك اركانه هذه بسكس جيت وهذه ايريس. معناتها ان اذا فتحت البوابه لازم ترجع فوق مو تحت. يعني البوابة هذه إذا فتحتها ما راح تفتح الباب هذا. هذه اسمها جيت إكسز إيريس وهذه جيت ستون بيسكس عشان ترجع نرجع فوق. إحنا الحين وين؟ سثانا بيسكس. نبي نرجع التراك بس بريا تراك بس إيريا. نرجع فوق الطريق الأخضر هو الطريق اللي رجينا معاه. نرجع بس تعرف تراك بالسبراء. لا تراك بالسبراء وبعدين تصعد فوق تبي كاري بارهم زين بعدين لف يسار. الان ما في وقت ما في وقت شو اسمه بعدين راح يكون في وقت على فتح البوابات بس بعدين. شنو طلعنا الحين بكاري بريهم زين زين بعدين تلف يسار انا تمام. فتحت البوابة ما فتحت البوابة. نرجع حق المكان اللي جينا منه ما فتحنا البوابة شكلنا نسينا نفتحها او انها اشتغلت او ما ادري والله. زين عشان ناخذ مثريل ما مبين ضغطتها وحسبالي انها ما اشتغلت. الان اشتغلت ونشوف نتأكد إذا عليها أزرق يعني أوكي. ما عليها أزرق يعني راح الأزرق يعني فتحت. قبل شوي بين ضغطناها ضغطتها بس ما كانت مفتوحة. نرجع الآن حق البوابة الطريق اللي فتحناه. الطريق أصبح الآن مفتوح. نشوف وين الطريق. ما في أي مكان ثاني. هذا هو الطريق. نرجع فوق. المرحلة الأولى سهلة لأن ما في توقيت حق شو اسمه. البوابة انفتحت. أوكي. هذه البوابة مثل ما قلنا قبل شوي انفتحت. مبين ما كنت مشغل أنا. اوكي ناخذ دش البوابة على اساس نروح لمنطقة ذهي بكاري جولا. ما ادري وين منين جايبين الاسماء هذه. ايوه ذهي بكاري جولا. اوكي جولا ايوه ونستخدم الويستون. الويستون رقم 3 طبعا انت لما تقرب منه راح يبين لك اذا هو رقم 3 ولا. ايوه طبعا في طريق طبعا في مراحل كثيره هني في التيما في اوميجا وبن مارك 12 في اشياء كثيره ففي لفات يمين يسار. الموضوع هني سهل ما في وقت حق فتح البوابة. تفتح البوابة عادي. الآن دخلنا للصميم الكور كله. I've never seen this much mist. Are you all right? I'm fine. Thank you. Is that Nethosite? I wonder. هذه البوابة ما نبي نطول في شرح الكلام لأن قربنا من شو اسمه. طبعا هذه الويستون
فخلاص ما قدامك مكان ثاني في ويستون، فتنزل وفيها سيف. تبي تحفظ احفظ كيفك، زين انا ما راح احفظ. وفي ويستون واحد رقم واحد، زين فتضغطه راح نرجع برا، راح نطلع برا الجريت كريستال. اوكي على اساس نكمل. شوف راح بدينا مكان ثاني برا الجريت كريستال، وقرب من عندنا وحش الاستدعاء اللي هو شمهازي الصامت. الليفل حقه 45، اتش بي حقه 91136. ممكن نسرق منه سكتيريس جيم، هاي اثر وهاي اركانا. طبعا هو راح يحب يسوي حركه السفون اللي هي يسرق الام بي من شخص الى شخص. فعندنا البنت اللي خلنا نشوف بس عشان بس اعرف عندها تشارج ولا لا بالتكنيك. عندها تشارج، عندها تشارج اللي هو ممكن. اوكي نسوي الجامبت حقها، طبعا ما نبي ستيل. نشوف على ال طلع عندنا في التكنيك تشارج، يعني ما اقدر شلون، يعني مو عندها طالع. مبين ما اخترناه في شو اسمه، بنختاره في اللايسن حق البنت. نشوف وين التشارج، مبين ما طلعنا، مبين في مكان شو اسمه. شوف هني شكله ما طلعنا التشارج، ولا كان بحطه. شوف هني عندها تكنيك هذا مو نشوف الناحية الثانية، شكله ما قدرنا ناخذه. كيورا رايس، اوكي السالفة. ما في التكنيك، انا متأكد في التكنيك. زين مو مشكلة نسوي لها يدوي. فالبوابة اللي أمامنا ما في شيء ورانا طبعا في الخلف، هذا الجيت مو الجيت جيت ستون. واستعد لمواجهة الوحش الاستدعاء التاسع إذا ما أنا غلطان. حاول نسرق منه طبعا السكتيرس جيم عادي، وش اسمه طبعا إذا هو مستعجل أو سريع لا تخلي المعركة سريعة. لا طبعا فيه صناديق هنا ناخذها. ريفيرس موت، اوكي الصناديق هذه اللي حواليها مجانية دقيقة موت. بسرعة ما
طلعنا في الميناء قبل لا نسرق، نشوف منو راح نضم مع منو. طولنا عليكم عليه. هذه كانت المرحلة الأسهل في الكريستالة. طبعا في مراحل أصعب مثل ما قلت، الأوميجا، في هيسيتيجا، شيليجا، في بعض الجنديريوم شيلد، في بعض الأشياء الحلوة موجودة داخل الكريستالة، فأنت لازم ترجع للكريستالة فيما بعد، ممكن يبيلك مرتين أو ثلاث مرات ترجع للكريستالة. اسمه شم هازاي، نشوف مع منو راح نضم شو اسمه. طبعا راح يطلع لك ويستون جديد اذا كملت، لكن حنا نبي نشوف وحش الاستدعاء. اوكي، حق شنو فتح شم هازي؟ ما يعني تعطيك. طيب وهني مسكره، لا نشوف اللي بعده. هذه مسكره، نشوف اللي بعده. هذه طبعا من اقوى المسدسات، سبيسا 90 واكتيريوس. زين اوكي، نشوف اللي بعده. طبعا تختار الافضل. ميجا باور شيلك ماكسيميليان، من اقوى الدروع، واللي وراهم بقى جراند هيلم. اوكي نشوف الباب الثاني، كلينس ايسونا. طبعا هذه حركات عند الجميع. زين هذه محكورة بالأخير، لا تأخذها. زين اللي بعده، هذه هنا كليديرا في الكانو. زين هذه هنا البنت، آخر شيء ستيل ماسك ميرور مول، يعني ما هو ذيك الأشياء القوية. اللي بعده بوينس لور. زين نرجع الحين، هذا طبعا ضعيف وهذا ضعيف. اللي بعده، اللي بعده وين ال شوف رقم ال شيكاري، راح يفتح لك فيكتاريوس سبيكا، مسدسات 1 من 110، ضربته قوية. خلنا نشوف اللي بعده، كلينس اسيونا. والله ما ادري انا بين هذا وبين هذا، ماكسيميليان شو اسمه، ماكسيميليان. يعني بين بثالير وبين شو اسمه كلينكس. عندنا كلينكس، اتوقع بروح مع بثالير عشان اخذ المسدسات الجديدة، سبيسا والمسدس الثاني اكتيريوس افضل من الاختيار الثاني. زين نشوف الحين، عشان تدري ان اختيارنا خطا. 90 ما 90، هذا 130. لو معطيني الفران خلنا نشوف ايش صار على الفران، ايش صار عليها اللي قبل شوي اللي كانت فوق، هل اختفت ولا موجوده؟ اختفت. شوف تغيرت الرسمه، تغيرت الرسمه. زين الان كمل طريقنا للامام، قدامنا جينا من هنا نكمل، الطريق مفتوح امامك، كمل سيدة على أساس تقدر ترجع للمدينة. ما في شيء هني، ما في صناديق، ما في أي شيء. انزل تحت الويستون، هذا إمبيريان ويستون راح يرجعك إلى للمدينة اللي برا. اوكي
طبعا بعد راح يكون كلام، وبعدين راح ترجع البلفونيهيم بورت، راح ترجع له فيما بعد، وهالشكل انتهت.